ايقاع ونسق المباراة أوزاد ياي ترجع من الدفاع ما زالت في مناطق جوليبا التسديد والهدف الأول لمصلحة إنيمبا كرة مرتدة والتسديد من أولا دونتوي ينجح في كرة وضربة جزاء مرة أخرى الخطورة من يجد أمامه شوف التدخل والتهور من مامادو سيسي يرتكب الخطأ داخل منطقة الجزاء ودون تردد الحكم المغربي نور الدين الجعفري يعلن عن ضربة جزاء للتنفيذ تيميغبا يتقدم الهدف الثاني لإنيمبا 3-0 قلت الشوط